السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد عيسى من القاهرة، هورايزون 2021. النهاردة معانا في المحاضرة، دلوقتي احنا نخش إن شاء الله محاضرة عن التحليل والتخطيط المالي تحت المجهر. هبقى معايا إن شاء الله جهاد عبيد من الكويت. إزاي جهاد؟ الحمد لله، أهلا وسهلا بيكم. أحب أرحب بالسيدات والسادة الحضور، وأنا سعيد جدا إن أنا موجود معاكم النهارده في هورايزون 2021. الجو عندكم النهارده عامل ايه جهاز؟ والله الحمد لله، يعني بدأت الأجواء تتحسن في الكويت، وإحنا طبعا معروف عن الكويت إن هي أكتر حرارة على مستوى العالم يعني، بس النهارده الحمد لله درجة الحرارة تقريبا 28 درجة الصبح، بدأت الحمد لله، تحسن. يعني الحمد لله، يعني احنا ممكن بعد كده نعمل هورايزون على طول في اخر اكتوبر عشان يبقى الجو عندك احسن، ده سيزون فعلا. او عشان حتى كمان الاتنديز بتوعنا في المنطقه العربيه مش متضايقين، يعني يبقى الجو حر ونعمل مؤتمر. طيب جهاد، ما شاء الله خبره 20 سنه في المجال المالي، تحليل تخطيط مالي، اداره ماليه، اداره محاسبيه. جهاد، ممكن تدي للناس نبذة مختصرة عن خبرتك وانت دلوقتي بتعمل ايه؟ أنا حاليا مدير مالي في شركة اسمها تنمية المرافق القابضة، ودي شركة مساهمة كويتية قابضة أحد شركات مجموعة الخرافي. والشركة بتمتلك يعني، أو هي بتشتغل في الاستثمار وبتمتلك أسهم في شركات، وعندها سبسيدريز في مصر وفي الكويت طبعا وفي الإمارات. بتخدم عدة قطاعات، يعني عندنا قطاعات البنية التحتية الانفراستراكشر، وعندنا الكونتراكتنج، وعندنا تريدنج. ده من يعني ما شاء الله ما شاء الله. طيب خلاص، احنا نتوجه بقى مباشرة ببداية العرض بتاعنا ان شاء الله. هشغل معاكم برزنتيشن، واتمنى لو حد عنده مشكلة يكتب لنا على الشات بتاع المنصة، الشات بتاع بتاع الزوم، لو حد فتح زوم مباشرة مش بتابعه كويس، بس اللي اقدر الشات اللي اقدر اتابعه بشكل ادق هو الشات الموجود على المنصة. جهاد معاك المايك. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا ان شاء الله هنتكلم على 4 محاور النهارده. عندنا مقدمه عن الاف بي ان اي، وعندنا مهام ومسؤوليات فريق العمل، وعندنا المتطلبات والتحديات اللي بتواجه الشركات في، او اغلب الشركات يعني، في اعداد الخطط، والحلول المتطوره اللي بتتغلب على التحديات. يعني احنا في نبدا كده نقول، يعني يمكن من عام 1906 بدايه التحليل المالي لميزانيات الشركات اللي هي عندها رغبه في الاقتراض. وفي عام 1933 بعد ازمه الكساد العالميه، زاد الاهتمام بالتحليل المالي علشان يعرفوا السيوله والربحيه الخاصه بالشركات. وتقريبا بعدها يعني ب 50 سنه تقريبا، كان اول ظهور للسبريد شيتس، وكان ظهور برنامج لوتس 1 2 3 اللي هو كان سنة 1983. ومن بعده كان ظهور الإكسل طبعا كلنا عارفينه، كان سنة 1995 بالضبط. يعني في 95 كان أول ظهور للإكسل، إنه لوتس 1983، صح؟ كده مظبوط، إحنا التيم 1 ظهر في 1982، أول ريليز من التيم 1، والفكرة نفسها كان ماني بريس شغال عليها من 1980 تقريبا. فتقريبا يبقى فعلا التيم 1 هو ظهر تقريبا قبل ما يظهر حتى أي إلكترونيك سبريد شيت، يعني هو كان بيحل مشكلة المانوال سبريد شيتس والبلاننج في السوفت وير الضخمه العملاقه اللي بتشتغل على المين فريمز. عمل كاستم سوفت وير لحل المشكله دي، وحقق حبه مبادئ للسبريد شيتس قبل ما السبريد شيتس نفسها تتعمل، وما زال لحد النهارده هو اقوى من اي سبريد شيت تاني موجود في العالم. معلش ما اقدرش اتيه الفتره دي لا، وما اذكرش والحقيقه التيم 1. كلامك يعني ابي انا اتفرجت فعلا على فيلم رائع جدا جدا، بيتكلم عن تي ام 1، اعتقد اسمه بياند ذا سبريد شيت، ستوري اوف تي ام 1. الحقيقه يعني فيلم جميل جدا، وانصح اللي يقدر يتفرج عليه يتفرج عليه، هيعرف هيستوري جميل جدا عن طبعا. اتفضل. بيوند سبريد شيت، بيوند ذا سبريد شيت، فيلم تسجيلي عن التيم 1. ماني بريس بيحكي فيه قصه، والفيلم حصد حبه جوائز كتير جدا. اللي حضر معانا المحاضره الافتتاحيه
اتكلمت عنه. لو حد ان شاء الله هو هينزل قريب باذن الله على منصه من المنصات بتاعت الافلام، ممكن تدوره دلوقتي على اليوتيوب بيوند ذا سبريد شيت، هتشوفوا التريلر تو تريلرز بتوعه، بصراحه حاجه لطيفه جدا هيعجبكم. تمام. طبعا مع احتياج المؤسسات للوصول السريع والدقيق للمعلومات في ظل نمو التجاره الالكترونيه وتوسع المؤسسات اقليميا وكثره المتغيرات والمنتجات وملايين المستخدمين، ده ادى الى زياده حجم البيانات المطلوب معالجتها، وطبعا زادت التحديات اللي بتواجه مستخدمي البرامج التقليديه، وبدات الانظار تتجه نحو حلول او تقنيات الذكاء الاصطناعي اللي بتتميز بالمرونة والكفاءة العالية في سرعة تحليل البيانات الكبيرة وتقديمها للمستخدمين في صورة يسهل قراءتها والتعامل معها، وطبعا ده هيسرع وصول المعلومات المطلوبة لصانع القرار. تمام. النقطة اللي بعد كده اللي احنا نحب نتكلم عنها اللي هو فكرة الـ FVNA ونشأة الـ FVNA. يعني احنا الهيكل المتعارف عليه في او الهيكل التنظيمي اللي كان متعارف عليه في الشركات او المؤسسات اللي هو ان الوظيفه بتاعت التحليل المالي كان بيقوم بيها المحاسبه الاداريه، وكان بيتم اعداد تقارير تكاليف واعداد خطط ماليه في ضوء يعني المؤشرات اللي كان بيستنتجها من البيانات التاريخيه للشركات، وده طبعا كان في بعض الاحيان بينتج عنه سيناريوهات نظرية بعيدة عن الواقع. ولكن حاليا في كتير من الشركات بقى فيها إدارات متخصصة أو إدارة متخصصة في التحليل والتخطيط، الإدارات دي بتبقى أو الإدارة دي بتبقى تابعة لـ CFO، والـ CFO بقى في الغالب دلوقتي عضو في مجلس إدارة، يعني بقى صاحب قرار وبيستمد البيانات بتاعته من فريق الـ FPM. وده طبعا ادى يعني زخم كبير لفريق الاف بي ان اي في المساحه بتاعه دايره صنع القرار، وبقى يعني ليه دور مهم واصبح عليه فوكس كبير، يعني بقى محطوط الفريق تحت المجهر، وطبعا لحساسيه المعلومات اللي بيقدمها للاداره ولاهميتها في وضع الخطط الاستراتيجيه. والفريق بيقوم بعده انشطه اشهرها يعني او المتعارف عليه فيها الاناليسز والبلاننج والفوركاستنج والريبورتنج، وده طبعا بيبدا بان هو بيتاكد من دقه البيانات وصحتها، يعمل داتا فاليديشن، وبعد كده بيجمعها في داتا بيز، وبعد كده بيحط بقى الترانزاكشنز اللي عايزها او المعادلات الحسابيه والمعالجات اللي هي الفورمولاز اللي عايز يحطها على الداتا بيز، يقدر يستنتج بيها معلومات مفيده. مثلا عايز يعرف تحليل عن المبيعات جغرافيا، عايز يعرف حجم سوق في حاجه معينه او نسبه الربحيه في منتجات معينه، كل ده بيقدر يعرف. طبعا بيستنتج كي بي ايز، وبيعمل كمان يعني بيساعده في ان هو يطلع التقارير. اذا كانت مهمه المراقب المالي هي التاكد من دقه البيانات التاريخيه للمؤسسه، فان مهمه فريق الاف بي ان اي هي التاكد من دقة التوقعات المستقبلية. وده هيقودنا اللي احنا نشوف ايه متطلبات التخطيط المالي. طبعا اول حاجة هي سرعة تجميع البيانات، لان ده هيؤدي سرعة تنفيذ المهمة اللي بيقوم بيها الفريق. تاني حاجة اللي يكون فيه مركزية للبيانات، يعني كل البيانات اللي هو عايزها متجمعة في مكان واحد، ومكان طبعا governed centralized، يعني مش اي حد يقدر ياكسس عليه بسهوله الا لازم يكون ليه ريسبونسابيلتيز محدده. يعني طبعا كان في زي استبيان او تحقيق كانت عاملاها جارتنر، وكانت ان في 73% من الفاينانشال فانكشنز بتحتاج ان هي تكون تحت كنترول. وكمان من المتطلبات القدره على الرد على الاستفسارات بشكل لحظي، يعني في ريل تايم، ان هو في وقت ما يحتاج المعلومه يقدر يفيد بيها على طول الاداره، ما يقعدش يومين او ثلاثه عبال ما يقدر يستنتج ايه المعلومه اللي محتاجها. برضو من المتطلبات ان يكون يعني معارف الكي بي ايز بتاعت الشركه اللي هي تكون مناسبه لنشاطه، يعني هو في كي بي ايز كتير، بس ايه اكتر حاجه تقدر يوجه بيها نشاطه ويعرف فعلا يطور من المؤسسة
وتكون مهمة لصانع القرار في ضوءها بياخد معلومات صحيحة relevant للقرار اللي هو عايز ياخده. وطبعا عشان الأحداث متسارعة وبيحصل متغيرات كتير، بينتج عن الموضوع ده حالة من عدم التأكد الـ uncertainty، اللي بتأدي طبعا إن المؤسسة بتبقى محتاجة تعدل التوقعات بتاعتها وتعدل الخطط، وإلا هتتعرض لحالة من الجمود. ولذلك برضو من المتطلبات إن يكون في تحليل للأسباب الجذرية اللي هي root cause analysis، اللي بتنتج من عن يعني تغيير الافتراضات ودخول dimensions جديدة في يعني ما كانتش متاخدة في الاعتبار، وطبعا أثر التغييرات دي على القوائم المالية في بيبقى محتاجين يشوفوا الأثر ده بشكل سريع، ممكن لو immediately إن هو قاعد في meeting يقدر يشوف على طول إيه أثر التغيير ده وهو قاعد جوه الميتنج، تبقى حاجة عظيمة جدا. لذلك من المتطلبات أيضا يعني عشان نقدر نوفي حاجة زي كده لازم يبقى فيه يعني نموذج مالي واحد متكامل بيتضمن تفاصيل القوائم المالية وبيتضمن إعداد التقارير والتحليل والتخطيط. وطبعا ده بقى متاح حاليا في ظل وجود التقنيات الصناعية، تقنيات الذكاء الاصطناعي، وأكيد يعني في بعض الشركات أو في بعض الريبورتات بتقول إن ده وفر حوالي 50% من عملية إعداد الخطة نفسها، وده بيدي مجال لتكامل يعني ما بين المؤسسة الديبارتمنت بتاعت المؤسسات، بيدي رؤية شاملة وبيدي رؤية من زاوية 360 درجة، وده بيقودنا لحتة يعني احنا برضو نحب نقولها، ان دلوقتي في تحول من FP&A ل XP&A. يعني ده يعني FP&A طبعا Financial Planning، لا في XP&A اللي هو Extension، يعني بيعمل Extend للبلاننج بدل ما هو Financial بس، لا عمل Extend ان هو يضم جميع اقسام الشركة، وده طبعا بهدف ان يكون في رؤية واحدة متكاملة شاملة للخطة والتوقعات. يعني دلوقتي مع تطور الظهر بتاع اكس اكس بي ان اي، ممكن بس عندي سؤال وعندي حاجه عايز اكد عليها. سؤال، ممكن تبقى تقول لنا بس باختصار الفرق واقل بابسط حاجه ممكنه، عشان انا راجل برضه في الاخر مش فاينانشال كونسلتنت، يعني الفرق ما بين الاف بي ان اي والاكس بي ان اي بطريقه مبسطه، وعايز اكد معاك يعني احنا كده ممكن نقول ان المتطلبات اقصى مستوى من المتطلبات في الـ FP&A هتبقى الانتجريشن، التكامل، الريل تايم، الاكسس اللي يبقى سهل للداتا، والحته بتاعت ان يبقى عندي قدره على استخدام الـ AI. صح كده؟ دي تجمعتي او رؤيه اللي انا تمام فاهم. تمام يعني طبعا الـ FP&A احنا كان معظم اللي كان بيدور قبل كده ان بتتولى الاداره الماليه اعداد الخطه وبتجمع البيانات من الاقسام المختلفه في الشركه، فبيحصل ديلي، بيحصل بعض المعلومات ما بتبقاش اب تو ديت، لكن الـ XP&A ان كل الادارات بتقدر تساهم بشكل مباشر في اعداد الخطه من خلال ان هي بتكون بتدخل الانبوتس بتاعتها دايركت وبتوصل بتتجمع داخل البلان من خلال التقنيات بتاعت الارتيكل ارتفيشال انتليجنس. يبقى كده ممكن نضيف احتياج ان احنا محتاجين منصه موحده او سوفت وير يقدر يكسباند اكستند برضه في الاورجنايزيشن كلها ويستخدم في كل الديبارتمنتس في الحته بتاعت البلاننج. صح تمام كده؟ اكيد ده فعلا حاجه مهمه جدا. ننقل منها، طبعا ده يعتبر تحدي كبير قدام يعني اللي بيستخدم الاكسل مثلا او بيستخدم البرامج اللي هي التقليديه، يبقى ده تحدي كبير ازاي هو يقدر يجمع العدد الكبير من الناس المستخدمين على شيرنج فايل، يعني ده طبعا حاجه صعبه جدا. وبننقل منها للتحديات اللي بتواجه اللي يعني احنا بنقول طبعا اول حاجه تحدي كبير جدا موجود قدام البرامج التقليديه المانوال انتري، يعني كل ما كان في مانوال انتري كل ما كان في ريسك عالي جدا في الاخطاء، وان ممكن الفايل بيتعرض لكراش، وان يعني احنا عندنا تقريبا اكتر من مشكله بتواجه مستخدمي البيانات او السبريد شيت. الشاشه مثلا دلوقتي ظاهر عليها
كان استبيان معمول لحوالي 101 شركة. كان ردود الشركات على المشاكل اللي بتواجههم في استخدام البرامج التقليدية 61% منهم قال إن المانوال ناتشر اوف انبوتس ده مشكلة كبيرة جدا بالنسبة لهم، وفي حوالي 59% برضه نسبة مش قليلة قالت إن حصل بروكن. واحنا طبعا يعني ده الكلام ده حصل معانا شخصيا وحصل مع ناس كتير، ان بيحصل الانفورميشن ممكن تضيع من الاكسل شيت او تضطر ان انت تعيدها تاني، يحصل كراش للفايل، بياخد طبعا وقت ومجهود كبير، غير فكره الداتا ان هي تجيب سورس، يعني الداتا سورسنج او اللي هو اللينك الاتصال ما بين السورس بتاع الداتا مع الاكسل شيت اللي هي الانتجريشن داتا انتجريشن. دي حاجه طبعا يعني عمليا احنا بناخد من اي ار بي، بناخد تكست فايل وبعد كده بنحوله على اكسل وبنقعد نظبط الداتا وننظمها عشان نقدر نعمل التحليل. لكن في بعض البرامج الاحسن طبعا بتقدر تقرا دايركت من السيستم ويعمل الانتجريشن ده بشكل مباشر. اعتقد بكده نكون وصلنا لمقدمه عن الاف بي ان اي والتشالنجز اللي بتقابل المستخدمين البرامج التقليديه. وانقل المايك لمحمد. معك، اتفضل. شكرا يا جهاد. انا هاخد بس عقب على الحته بتاعت الداتا سورسز. جميل جدا ان انت يبقى عندك السورسز كونكتد على سيستم وانت بتعمل بنفسك الفورمولاز اللي انت كنت بتعملها في اكسل تعملها في مكان تاني بايديك برضو، بس الفورمولاز تبقى موجوده على طول وتستخدمها انت بنفسك تاني على طول، ويبقى الكونكشن بعد كده شغال. خلاص انا عايز الكولومز من 1 ل 10، والكولومز دي عملت فيها ترانسفورميشن 1 2 3 وعندي الكلام ده كله محتاج اخده اشغله واجدد البيانات بتاعتي. وده حقيقي اللي بيحصل فعلا بالحرف فعلا في التيم 1. هو التحديات دي اعتقد اي سوفت وير، يعني انا هحاول دلوقتي اقول ازاي تيم 1 وبلاننج اناليتكس بيحقق يونيك فاليو في الحته بتاع الاف بي ان اي. بس ازاي بيعمل يونيك فاليو في سوفت ويرز كتير تانيه في السوق، وايه فعلا الايدج بتاعه؟ فانا هقول الايدج من وجهه نظر متفق عليه، لان في وجهه نظر خاصه بكل واحد بيستخدم تيم 1. تيم 1 كل واحد بيستخدمه بيعشقه من وجهه نظر معينه وبيبدا يتعلق بيه بسبب معين، ودي صعب ان احنا نلمهم كلهم. تقريبا كل مره اعرض تيم 1 على حد ويستخدمه فعلا بيجي بعد كده يتكلم على حاجه متعلق بيها جدا انا كنت شايفها عاديه يعني. فالتحديات اللي احنا شايفينها دي كلها تقريبا اي سوفت وير ممكن يحققها. مانوال انتري ممكن يبقى عنده طريقه ان هو يجراب الهيستوريكال داتا ويعمل عليها او يعمل درايفر بيز بلاننج. الفورمولاز ممكن يبقى فيه فعلا طريقه ان يعمل بيها فورمولاز. بس تيم 1 هيخلي الفاينانشال كونسلتنت اللي جوه الاف بي ان اي يعمل الكلام ده بايده، رقم واحد. رقم اثنين، ان الكلام ده هيبقى اكسباند جوه كل الاورجنايزيشن، يقدر يشتغل من اول استراتيجي بلاننج لحد اوبريشنال بلاننج، مرورا بكل السايكل بتاعت البلاننج والاناليسيز اللي جوه الفاينانس تيم. فبالتالي لو عندي سوفت وير واحد هيكسباند على كل الاورجنايزيشن، هيحقق الربط ما بين ارتفيشال انتليجنس وما بين التراديشنال اناليسيز، هيحقق اللي هي بنسميها فريدم اندر ذا لو، الحريه تحت قانون او قوانين السكيورتي وقوانين الحوكمه، ان اليوزر الفاينانشال بلانر او فاينانشال كونسلتنت هيعمل الموديل بتاعه بايده، هيعمل الكالكوليشن بتاعته بايده، هيعمل ترانسفورميشن بايده، وتفضل موجوده على طول ونقدر نراجعها من الاي تي. فالاي تي مش هيمنعك ولا هيبقى الحاجز تاني ما بينك وما بين ان انت تتطور، عشان دايما بيحصل ان احنا جبنا سوفت وير للفاينانس، الفاينانس بقى واقف مستني الاي تي هو اللي يعمل له الحاجه اللي هو عايزها. لا، مش دي الكيس بتاعت التيم 1. طيب عايز بس اتكلم على تيم 1 برضو بسرعه، مين بيستخدمه يعني؟ لان بيبقى صعب على الناس ان هي تتخيل فعلا الكلام ده بيتحقق الا لما تشوف فعلا ان في ناس بتتكلم على تيم 1 كبار جدا بيقولوا ان الكلام ده بيحصل. احنا عندنا اكتر من 7500 شركه حوالين العالم بيستخدموا التيم 1. عندنا اكتر في تطبيقات تيم 1 فيها اكتر من 7000 يوزر. التيم 1 بيكسباند تقريبا في كل الاندستريز المختلفه، البانكينج، التكنولوجي. لما اجي اقول على التكنولوجي، مثلا شركه زي امازون واوبر بيثقوا في التيم 1. امازون فاينانس بيزد على التيم 1 بشكل كبير جدا. اعتقد لو اي حد عمل سيرش على اي رول في امازون ليها علاقه بالفاينانس هيلاقي من الريكوايرمنتس بتاعتها ان هو يبقى عارف تيم 1. فالتيم 1 بيكسباند تقريبا في كل الاندستريز، بيتطور يوم سنه عن سنه، التيم 1 بيكبر، الكاستمر بيز بتكبر، التيم 1 بيقدر اكسباند
في كل احجام الاورجانيزيشن على حسب عدد اليوزر او حسب عدد الايه الديبارتمنتس. يعني في المانيا دوتش بان عندهم امبلمنتيشن فيها حوالي 7000 يوزر، 7000 بلانر على فاينانشال كونسلتنت على اي تي على سوفت على داتا ساينس كلهم بيكبريتوا في مكان واحد. يبقى احنا كده اتكلمنا على الحته بتاعه كوبريشن او التعاون في الاف بي ان اي. دي اسماء تاني الشركات من شركات الكاستمر بتوع تيم 1. وتاني في اوبر مثلا، اوبر موجوده جوه سيليكون فالي، عشان تيم 1 يخش جوه اوبر حصل تحدي كبير للتيم 1، هل هيقدر يحقق المعايير الصعبه اللي حاطينها في سيليكون فالي للتكنولوجيز المستخدمه جوه؟ حصل وعدى ودخل واشتغل. وانصحكم في بعض السيشنز المتاحه من هورايزون السنه اللي فاتت، اعتقد اوبر كلموا عن التيم 1 عندهم، والسيشن دي بقت موجوده دلوقتي عند كيوب وايز بابليك، ممكن تشوفوها. احاول ان شاء الله احط لكم اللينكات بتاعت الحاجات دي في الشات بعد ما اخلص. طيب ازاي اقدر انقل شركه من اي مستوى هي فيه او من اي مرحله هي فيها في الاي بي ان اي لاعلى مستوى؟ هل في موديل جاهز بيقول الكلام ده، بيشرح الكلام ده؟ المجلس الدولي للتحليل والتخطيط المالي الاف بي ان اي بورد حط الموديل ده، وصف كل المراحل اللي الشركات بتمر بيها وهي بتشتغل في الاف بي ان اي والاناليتكس، وطلع المراحل دي بستاندرد وصف، وبيقول ايه اللي ممكن تعمله في كل مرحله عشان تبقى في المرحله دي، وازاي تنقل منها للتانيه. المراحل بسرعه هي تطوير، والتطوير ان انا لسه في البدايه خالص، ممكن ما عنديش اي حاجه، او ان انا اوريدي عملت بعض التطوير وعندي بعض البروسيس وعندي بعض الاناليسيس اللي بستخدمه، بس ما فيش ديفايند بروسيس، ما فيش ديفايند اناليتيكال ماتريكس كي بي ايز، ما فيش ديفايند بلاننج موديل. فبالتالي انا بعمل بشتغل ديفلوبت، بس ما عنديش ديفايند بروسيس لكل حاجه. لما مجرد ما بعرف الحاجات دي، انا كده بقيت في مرحله الميديان او مرحله الستاندرد، انا بقى عندي تعريف لكل حاجه بعملها، فانا بتحرك من خلال في ضوء الستاندرد بتاعي. تمام، بس مش شرط وانا بطبق الستاندرد ده يبقى كونسيستنت في التطبيق، ممكن حد يطبقه يكسر الرول بتاعته البروسيس لانه بيستخدم سوفت وير مختلف، بيستخدم تكنيك مختلف وهو بيطبق الديفينيشن بتاعي. فعشان نجبره ان هو كلنا نشتغل زي بعض، بنبدا نخش ان انا عندي انتربرايز وايد بروسيس بتطبق في انتربرايز وايد ابلكيشن بكل البلاننج اناليسيز بي اي، ويبقى عندي كولابريشن، ويبقى عندي سيلف سيرفيس. لو قدرت احقق المعايير دي، انا كده في المرحله الادفانسد. والمرحله الادفانسد دي داخل اللي هي الليدرشيب، وبينها وما بين الليدرشيب فاينل ستيت هي الانتجريشن، ان الكلام ده كله يبقى بينتجريت مع بعض. بعد ما فهمنا الماتوريتي موديل بتاع الاناليتكس والاف بي ان اي، ازاي التيم 1 ممكن يفيدنا مباشره ويودينا مرحله الليدرشيب؟ تيم 1 وماشي فاضيه، ممكن نعمل منها كل حاجه، بس عشان نقدر ناخد الشوط ده بسرعه، كيوب وايز عملت موديولز جاهزه بتحقق كل الستاندرز دي من خلال شركه ابليكو. ابليكو الشركه تحت كيوب وايز، ستاندرد موديل للاف بي ان اي للكونسوليديشن فاينانشال كونسوليديشن، لكل الستاندرد مودلز اللي بتحتاجها في الاورجنايزيشن بري بيلت بلاج اند بلاي. بننزل الموديول، بنكستمايز مع بعض الاكونتس بتاعتك، الريجنز بتاعتك، الكي بي ايز اللي عندنا، احنا عندنا كي بي ايز كتير جدا، مين فيهم ريلاتيف ليك ومين لا. مع الموديل ده ممكن يكون طبقناه في اكتر من 20 30 اندستري مختلفه، مجرد بتلاقي الاندستري بتاعتك لك طب دي اقرب حاجه للاندستري. بالاضافه لكده كمان ان السيستم هيبقى فيه بري بيلد اناليتكس، فانت عندك داشبوردز جاهزه، عندك اي اي تكنيكس مطبقه جاهزه، في ريل تايم كولابريشن، في انتجريشن. فانت حققنا كده كل المعايير بتاعت الليدرشيب دايركتلي
بغض النظر عن الستيت اللي انا كنت فيها في الاداره بتاع الاف بي ان اي او في الاناليتكس عندي في الاورجنايزيشن كلها، مع بالاضافه ان احنا عندنا بيست براكتسز بتاعت الفاينانس بالكونسلتنتس الفاينانس اللي عندنا، بغير الكونسلتنتس في التي ام 1 وبلاننج اناليتكس الاكسبيرينس بتاعتهم في الامبلمنتيشن، لا احنا عندنا كمان كونسلتنتس في البيزنس نفسه في الاناليتكس. بالطريقه دي نقدر ننقل الشركه او المؤسسه مباشره للايه؟ للليدرشيب تريانجل او الليدرشيب اريا في الموديل. طيب هو الابليكيف بيمشي شكله عامل ازاي؟ للاسف في وقت قليل جدا، فانا كنت فعلا متوقع كده، فانا جهزت فيديو صغير خالص يوريك شكل الاف بي ان ام. دي انترفيس من احد التطبيقات، الانترفيس فيها زي ما احنا شايفين من فوق كده في اناليتكس ريبورتنج انتربرايز اكسبنس بلاننج، بلاننج مختلفه، في ويزرد بيبقى فيه كولابريشن بتجمع فيه داتا، في جزء للترافل بلاننج ورك فورس. طيب هنبص كده مع بعض في الفيديو ايه اللي هيحصل مثلا شكل الاناليتكس. هنفتح فاينانشال بيرفورمانس بلان اناليسيس، هي انالايز الفاينانشال بيرفورمانس بالاكونت. الاول الداتا موجوده على مستوى الكولوم بالبادجت والاكشوال ومقارنات مع اللاست يير واكشوال فيرسس بادجت والبرسنتج فارينس ما بين اللاست يير وما بين البادجت في جراف سهل مفهوم. الاكونتس موجوده، الشارت اوف اكونتس موجود في شكل ستراكشر سهل مفهوم، اقدر اكسباند على اي ليفل، اقدر اعرض الليفل بشكل مختلف. يعني انا جوه جروس مارجن انا هعرض جروس مارجن على بقسمها بالديبارتمنتس، وانا جوه الديبارتمنتس اقدر اعمل سيرش على ديبارتمنت معينه. طب انا فاتح ديبارتمنت، لا يبقى الاوقع ان انا اعمل سيرش مثلا بالريجن. البريف ديفايند فلترز كلها موجوده اللي بنحتاجها. ممكن نحتاج ان احنا في الوقت ده، لا انا عايز افتح بقى الاوبريتنج اكسبنسز برؤيه مختلفه، سالت سؤال على الاوبريتنج اكسبنسز بس بالريجن، عايز اشوفه بالريجن عامل ازاي. اقدر وانا في نفس الريبورت ابص عليها بالريجن واقدر اعمل فلتر جواها بالديبارتمنت. دي كانت فيديو سريع جدا على شكل الابليكو ممكن يوصل لفين. اخيرا احنا معانا دقيقه واحده بس، عايز اشكر كل اللي حضر معانا النهارده. ان شاء الله في محاضره جايه تبقى الساعه 12 ونص، يعني معانا نص ساعه ريست. ما تنسوش كل واحد يدخل على التقييم ويدينا رايه، ارجوكم ما حدش ينسى رايه. واخيرا في محاضرات فور فري من ابليكو، الماستر كلاسز عن اف بي ان اي، لو حابب يشوف البيزنس ادفانسد بروسيس ممكن تبقى شكلها عامل ازاي والبيست براكتس شكلها عامل ازاي، ادعوكم كلكم تخشوا على ابليكو يو اكس وتعملوا ريجستريشن. شكرا ليكم، شكرا يا جهاد، واشوفكم ان شاء الله المحاضره الجايه. شكرا جزيلا، شكرا لكل الحضور، شكرا، مع السلامه.